وفي السياق تراجع حكومة المملكة المتحدة تراخيص تصدير الأسلحة إلى تركيا على خلفية العملية العسكرية التركية في شمال سوريا. وأفادت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية بأن القرار لم يعلن رسميا بعد، لكن الوزراء البريطانيين أمروا بمراجعة جميع التراخيص لتصدير الأسلحة التي قد تستخدم في العملية بسوريا، ويجمدون إصدار تراخيص جديدة كانت بانتظار الموافقة عليها. وعد الوزراء أن العمل العسكري التركي سيؤدي إلى المزيد من معاناة المدنيين والتهجير، وسيعرقل بشكل شديد نقل المساعدات الإنسانية.